كهربا ياما تشيلسي خسر في كهربا النهارده. كهربا من اللعيبه اللي عليها علامات تسؤلات. كهربا لو ما حافظش على نفسه سيكون خارج النادي الاهلي. ما كانش بيلعب بقاله فتره كمان، ومفترض ان هو بيشارك لفترات بسيطه جدا داخل الفرقه. بعتقد وجوده النهارده شايفه ازاي؟ كهربا شايف، كهربا شايف قدامي صالح جمعه، شايف ابراهيم سعيد. لو كهربا ما حافظش على نفسه سيلقى نفس المصير. النادي الاهلي لا يعتمد على مهارتك، النادي الاهلي بيعتمد الاول على التزامك، اخلاقك، انضباطك، وبعد كده بتيجي المهاره. ياما لعيبه جدا رحلت من النادي الاهلي عندها مهارات وعندها قدرات، لكن رحل النجوم وظلت بطولات النادي الاهلي. طيب. النادي الاهلي عنده مقوله، النادي الاهلي بمن حضر حضر. ايه رايك طب في الصوره اللي احنا بنشوفها دايما من اللعيبه لمجرد احراز الهدف، وان انت بتجري على كهربا وتاخده بالحضن، ده انت شايفه تحفيز لكهربا ولا هم بيتعاملوا مع بعض كويس، ولا انت شايف الموضوع ده ازاي؟ النادي الاهلي مدرسه كبيره، تيم ورك واحد. النادي الاهلي بطولاته ما بتجيش من فراغ، بتيجي عشان عندهم ما عندهمش الفرق بين نجم اساسي ونجم احتياطي. يعني انت شايف مثلا ان كهربا وجوده في الفرقه نفسيا ده مهم كويس جدا للعيبة؟ طبعا لا، كهربا من اللعيبه الحريفه، من اللعيبه اللي عندها مهارات، حصد بطولات قبل كده مع نادي الزمالك، وحقق بطولات قبل كده مع المنتخب الشباب. لكن كهربا زي ما انا قلت لك ينقصه الالتزام، الانضباط هيبقى في حته ثانيه خالص. كهربا ينقصه الالتزام، وصدقني كهربا لو التزم داخل وخارج المستطيل الاخضر سيكون من اللعيبه الاساسيه في النادي الاهلي. بس النهارده مش قادر يمسك الكوره يا كابتن عون، يعني حتى في الملعب مش ده اللعيب اللي انت حضرتك بتتكلم عليه. انا بقول لك كهربا لو ما حافظش على نفسه المفترض ان انت مصيره ومصير صالح جمعه ومصير ابراهيم سعيد. هل هو في الفتره دي ما بيتدربش؟ ما هو بيتدرب وبيلعب، ومفترض ان هو موجود. ليه لما بيبقى موجود حتى في الماتشات المهمه اللي زي كانت النهارده مثلا دي بالنسبه للاهلي، خارج ماتش تقيل في ماتش القمه ورايح لماتش مش سهل بالنسبه لسموحه، لعيبه كلها حريفه ولعيبه تحس ان هي مركزه، والكابتن احمد سامي بيتعامل معاهم تعامل ظاهر على ارض الملعب، وما بتلاقوهوش بالمستوى اللي انت محتاجه في الوقت ده. صحيح. بعتقد ان كهربا زي ما انا قلت لك مركز خارج الملعب، لو يركز شويه واعتمد على مهارته وعلى موهبته هيكون في مكانه ثانيه. لكن كهربا يبدو انه يدفن مهارته تحت انقاض سلوكياته. مهم جدا سلوكياتك وانضباطك. حسام حسن نجم الكره المصريه ومدرب الاتحاد السكندري ما كانش حريف، لكن الكابتن الجوهري كان بيقول لك لو عندي 11 حسام حسن هاخد بيهم كاس العالم، لان حسام حسن كان يمتلك العزيمه، الاصرار، الروح القتاليه. مهم جدا ان يكون عندك ولاء وعندك انتماء. نادي الزمالك يضم اللعيبه الافضل والاميز في الكره المصريه. نادي الزمالك ينهزم لان الروح الانهزاميه موجوده جوه نادي الزمالك. نادي الزمالك لو استعاد قوته ومكانته واصرار لعيبته على البطوله هيكون نادي الزمالك في مكانه ثانيه. ينهزم ليه يا استاذ عوني؟ عشان مفيش ولاء وانتماء وفي روح انهزاميه لدى اللعيبه. هم دول اللعيبه اللي اتغلبوا من النادي الاهلي، هم دول اللعيبه اللي النادي الاهلي، يمكن اذا كنت بكلمك النادي الاهلي مفحم بالغيابات، بكلمك عن غياب علي معلول، بكلمك عن غياب محمد هاني. خلينا في الزمالك، يعني ايه انت متعود على زي؟ ما فيش يعني الكلام ده مش فاهمه صعب. هقول لك ليه نادي الزمالك متعود على زي. نادي الزمالك بعد الهزيمه من النادي الاهلي حصل ازمه نفسيه لجمهور نادي الزمالك. قال لك هكسب الاهلي امتى؟ الاهلي انا داخل عند المبرر، المنظومه الاعلاميه بتاعت نادي الزمالك بتقول لك غيابات، محمد الشناوي غايب، بتقول لك محمد هاني غايب، بتقول لك علي معلول غايب. فرصه ذهبيه لتعويض الاخفاق الافريقي بهدف قفشه والفوز على النادي الاهلي. لكن سبحان الله وكانها عاده لدى لعيبه نادي الزمالك الهزيمه امام النادي الاهلي وعدم الاعتماد وعدم اللعب بكفاح وباصرار من اجل قيمه وقامه الفرنه البيضاء. طبعا استاذ عوني انت نورتنا وشرفتنا وكنت مبسوط جدا بوجودك معانا. سعيد بيك والله، سعيد بيك، واحنا كمان سعداء بيك. سعيد بيك يا استاذ، كل سنه وانت طيب. رمضان كريم عليك. نشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بطوله مهمه جدا، بطوله الاولمبيه، وان شاء الله باذن الله منتخب مصر يقدر ان هو يعمل فيها حاجه ويجعلنا بميداليه. دي اهم حاجه في الفتره اللي جايه ان شاء الله. كل التوفيق للكابتن شوقي.